كنا اتكلمنا قبل كده على الكوليسترول، وطبعا مجرد ما نسمع كوليسترول نقول على طول احنا عايزين دواء يقضي على الكوليسترول ويقضي على ارتفاع الكوليسترول، ولكن في الحقيقه اكتشف ان في كوليسترول غير ضار اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول عالي الكثافه. وقلنا انه الكوليسترول له اهميه في داخل الجسم لانه بيدخل في تصنيع الهرمونات، بالاضافه لانه الفوسفوليبيدز اللي هي موجوده في المخ اللي هو كان احد الاطباء بيوصفها بانه المعلومه بتلزق فيها، يعني هي المسؤوله عن الذاكره، متكونه من الكوليسترول. اذا القضاء نهائيا على الكوليسترول ده موضوع طبعا خطا وغير مستحب، ولكن لو مستويات الكوليسترول الضار ارتفعت يكون له علاج بطريقه مقننه. نفس الكلام هنا بنتكلموا على البايليروبين، والبايليروبين ايه هو وايه هي، هل له فوائد؟ طب هو سبحان الله انه اي حاجة موجودة في الجسم لها فوائد، ولكن لو حصل خلل في الجسم وحصل زيادة في مستويات هذه المواد بتتحول الى ضرر، لان من حكمة الله انه مش هيخلق حاجة في داخل الجسم هي لها ضرر وبس، زي ما قلنا كده انه الكوليسترول له فوائد وزيادته بتعمل اضرار. نفس الكلام بيتقال على البايليروبين، والبايليروبين هي عباره عن ماده صفراء، احنا هنتكلم عنها بالتفاصيل لا بس هنعمل مقدمه المره دي. البايليروبين عباره عن ماده صفراء بيتم تصنيعها في الجسم اثناء تفكيك الجسم خلايا الدم الحمراء، وبيوجد في الصفراء وهو سائل في الكبد بيساعد على هضم الطعام. من الجدير بالذكر انه اذا كان الكبد بصحه جيده فسوف يقوم بالتخلص من معظم البايليروبين من الجسم. المشكله الاساسيه هي زياده البايليروبين. طيب هل البايليروبين له فوائد؟ الحقيقه الحاجه الغريبه ان له فوائد، وانخفاضه احيانا بيدل على بعض الامراض. عشان كده يعني ارتفاع البايليروبين هيدل على امراض ايه، وسبحان الله ان انخفاضه برضه بيدل على امراض معينه. في الحقيقه انه بتشير الدراسات الحاليه الى ان البايليروبين الحاجه الغريبه ان هو له فوائد، ان هو بيعمل كمضاد للاكسده وبيساعد على الحمايه من امراض القلب والاوعيه الدمويه، لكن تراكمه بيبقى سام، وهو بيعمل كينس او ماسح جذري الاكسجين داخل الخلايا، وده بيعمل فوائد مضاده للالتهاب وموسعه للاوعيه الدمويه. وهنا الحاجه الغريبه ان البايليروبين له فوائد كاسكافنجر او ككناس للجزيئات الشارده، يبقى هنا بيعمل كانتي اوكسيدنت ضد الفري راديكالز او جزيئات الشارده، واحنا كنا قلنا قبل كده تفاصيل هذا الموضوع. اذا البايليروبين ساعد الحب وفي نفس الوقت هو له دور كمضاد للاكسده. فالايد الاحماض الصفراويه او البايليروبين بتعزز امتصاص الفيتامينات المضاده للاكسده، وبتحمي البروتينات والدهون بشكل مباشر من البيروكسيد، وبيكافح الالتهابات اللي هي ممكن تحصل في الخلايا. عشان كده عنصر البايليروبين بيقي من الاصابه بامراض القلب. والحاجة الغريبة انه توصل فريق من العلماء الامريكيين لان مستويات طبعا اللي هي بتاعة العنصر البايليروبين قالوا ان هذه العناصر بتاعة البايليروبين هي احد مضادات الاكسدة ضمن المعدل الطبيعي في دمنا، قد يقلل معدلات الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية اللي هي الكاردياك فاسكولار ديزيز مثل فشل القلب والنوبة القلبية والسكتة الدماغية. يبقى اذا البايليروبين في مستوياته العاديه بيعمل كمضاد للاكسده، وزي ما قلنا بيساعد على امتصاص الفيتامينات مضاد للاكسده. كشفت الابحاث لو جريت في جامعه ايميروي على تمتع عنصر البايليروبين بفوائد كبيره من خلال العمل كمضاد للاكسده او التدخل في منع تصلب الشرايين وفي حاله تتراكم فيها الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين. يعد هذا المركب بمثابه خط دفاعي طبيعي يمكن ان يمنع او يحد من الاضرار التي تحدث الاوعيه الدمويه بين الاشخاص الذين يعانون من انسداد في الشرايين. وفقا للباحثين في جامعه ايميروي في الولايات المتحده يمكن تسخير تاثير مضادات الاكسده من البايليروبين لحد من مخاطر الامراض المزمنه، وقد توصلت الدراسه لان المستويات المرتفعه من البايليروبين بيعني انخفاض مخاطر الاصابه
بأزمات القلبية وقصور في وظائف القلب أو القلب والسكتة الدماغية. حاجة غريبة. احنا هنا إذن احنا محتاجين مستويات مناسبة من البيليروبين لمنع أمراض القلب. وكان لدى الأشخاص اللي يتمتعوا بأعلى مستوى البيليروبين 76% من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المجتمع كمجموعة ذات أدنى مستوى مع ظهور تأثيرات في الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الكبد. وأجريت الدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب على 100,000 مشارك مستوى عمر 48 سنة بما في ذلك الأشخاص اللي يعانوا من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز أو بدونها. لم تجد الدراسة تأثير مستقل لعقار الأترنا نافير المضاد لفيروس الإيدز ومعروف برفع عنصر البيليروبين على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إذن هنا البيليروبين له فوائد، وإحنا أما بنعمل تحليل ينظر لها الطبيب ارتفاع البيليروبين له دلائل على حاجات معينة وأمراض معينة. انخفاض البيليروبين مش هتبقى حاجة تفرحنا ونقول الله دي حاجة جميلة قوي ده البيليروبين منخفض يبقى احنا كده في أمان. بالعكس، هو هيدل على أمراض معينة وده هنذكره بالتفصيل المرة الجاية. مش كل حاجة بتختلف عن مستواها نفرح بيها، زي بالظبط الناس اللي هم عندهم أنيميا بيعالجوا الأنيميا، لكن لو ليه ناس مخزون الحديد أو الفيريتين مرتفع قوي ومخزون الحديد زيادة مش هيفرح يقول لك ده أنا كده تمام، ده أنا كده في الأمان، ده أنا كده مش هيجيلي أنيميا. لا، بالعكس، تراكم الحديد ده وزيادة مستوى الفيريتين، احنا معلش بنخرج عن الموضوع كم نربط المواضيع ببعضها، قد يدل على أمراض خطيرة وقد يحتاج في معظم الأحيان إلى علاجات زي الكيليتنج ايجنتس أو المستخلبات اللي احنا كنا ذكرناها قبل كده. كنا مقدمة المرة دي على موضوع البيليروبين، على أهمية إن هو مضاد للأكسدة، بيساعد على امتصاص الفيتامينات المضادة للأكسدة، بيقوم بحماية القلب والأوعية الدموية. إذا البيليروبين له أهمية. نتكلم في فيديوهات منفصلة بعد كده على إنه البيليروبين أما يرتفع عن مستواه العادي إيه خطورة كده، وما ينخفض عن مستواه الطبيعي إيه الخطورة في كده. مع السلامة.